بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية مصر للتيس الأرض تحييكم. النهارده أنا طبقا للأصدقاء ومحبين التنس وبعض المشاهدين وبعض الأصدقاء على الفيسبوك كانوا طالبين نبذة عن الاتحاد الدولي للتنس. الاتحاد الدولي للتنس أسس في مارس 1 مارس سنة 1913، كان المقر الرئيسي بتاعه في فرنسا في البداية أول ما أسس سنة 13، وكان أعضاؤه لما أنشئ سنة 13 قام بتكوينه 15 دولة فقط في هذه الوقت في البداية. وكانت البداية في الاتحاد الدولي للتنس كانوا مسمينه الاتحاد الدولي لتنس الحديقة، لأنه كان تملي تلاقي في الحدائق وخاصة في فيلل الجناين أو الحدائق كان دائما بتلاقي في هذه المناطق. ثم بعد ذلك رجعوا في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، استقر المكان الاتحاد في لندن. الكلام ده تقريبا كان سنة 24. استمرت عمل قوانين في تلك الفترة، اللي هي حتى القوانين ما زالت حتى الآن هي اللي سارية من سنة 24 حتى الآن، نفس القوانين اللي احنا بنلعب عليها حتى الآن. وكونت تقريبا من حوالي 206 جمعية، وأصبح الاتحاد ضم أكتر من الملاعب الترابية وضم الملاعب الرملية والصلبة وجميع ملاعب التنس مع الملاعب العشبية في البداية، لما كان الاتحاد اسمه الاتحاد الدولي للتنس والحديقة أصبح اسم الاتحاد الاتحاد الدولي للتنس، وأجمع جميع الملاعب على 3 أرضيات على الاتحاد الدولي للتنس. الكلام ده كان سنة 24، وأصبح ليه تنظيما معترف به ومهيمنا على لعبة التنس في العالم من ابتداء، وبقت جميع الدول تشترك في هذا الاتحاد. تقريبا في أكثر من 150 دولة مشتركة في الاتحاد الدولي للتنس ابتداء من سنة 1977. وتم حذف كلمة الحديقة، بدل ما قالوا الحديقة قالوا الاتحاد الدولي للتنس من العنوان اللي هو البادج الأولاني للاتحاد. لعبة التنس ليست مقصورة على الملاعب العشبية، بقى أصبحت كلها عبارة عن الملاعب الصلبة والملاعب الرملية اللي هي الملاعب الحمر. وكان مقر الاتحاد زي ما قلنا كان في البداية في باريس، ثم بعد ذلك تم نقله إلى لندن أثناء الحرب العالمية الثانية، وظل هناك حتى تاريخه، ما زال الاتحاد موجود في لندن حتى الآن. مهام هذا الاتحاد، يعني الاتحاد ده بيعمل ايه؟ المهام التي يقوم بها الاتحاد الدولي للتنس له مهام كثيره جدا، منها يقوم الاتحاد الدولي للتنس بتنظيم 3 بطولات مهمين جدا، منهم بطوله الثلاث بطولات من البطولات الكبرى الوطنيه، وهي كاس ديفيز للرجال وكاس ديفيز للنساء وكاس غوبمان والفرق المختلطه. كما يقوم ايضا الاتحاد بتوقيع العقوبات فيما يخص البطولات الاربع الكبرى اللي هم جراند سلام، اللي هم يعني اي مشاكل او اي عقبات في التنظيم لبطولات الاربعه اللي هي رولان جاروس والبيردون وامريكا المفتوحه واستراليا المفتوحه، وهو الاتحاد الدولي للتنس بيشرف عليهم اشراف كامل، واي عقوبه لاي مدرب هو اللي بيحط العقوبه عليه. وايضا يدير الاتحاد منافسات التنس اللي هي الاولمبياد، كل الاولمبياد برضو الاتحاد الدولي العام للتنس بيقوم بالاشراف عليها. شكرا والى اللقاء.